السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى نشرة موجزة من قناة الشروق، أهلا بكم. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لرئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، وذلك لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل حين انعقاد جمعياته العمومية. وتختص اللجنة أيضا بتحديد وحصر أرصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان. ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي، وأيضا أي شخص تراه مناسبا اللجنة على تكميل الإجراءات المختصة بوضع القرار. استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بمكتبه الاثنين وفد الغرفة التجارية السودانية الليبية المشتركة بحضور حاكم إقليم دارفور ميمي أركومناوي. واطلع الوفد رئيس المجلس السيادي على نتائج زيارته لليبيا والخطوات الجارية لتعزيز الحركة التجارية بين البلدين. وقدم الوفد تنويرا مفصلا حول الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين البلدين في المجالات التجارية. يستضيف السودان يوم غد الأربعاء الاجتماع العادي رقم 48 لوزراء خارجية دول الإيجاد بصفته رئيسا للدورة الحالية، حيث يرأس وزير الخارجية المكلف علي الصادق هذه الدورة، فيما ينعقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني للخبراء تحضيرا للوزارة. وقال علي الصادق وزير الخارجية المكلف إن الاجتماع سيتناول الموضوعات تتعلق بتحقيق السلم والأمن في دول الإيجاد ومعالجة مسائل الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية، إضافة بحث في النزاعات داخل الدول وما بينها من أجل بسط الأمن والاستقرار. أكد والي وسط دارفور المكلف سعد آدم بابكر على ضرورة تبصير العالم والمجتمع المحلي بقيمة المرأة ودورها في المجتمع، مضيفا أن محاربة العنف ضد المرأة يحتاج إلى مزيد من التوعية والإرشاد بأهمية دور المرأة في المجتمع. فأكد لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وأيضا وقوفه مع قضايا المرأة بالولاية، وكان ذلك في كافة المجالات وخاصة مجالي التعليم والصحة. شدد المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل الوزير المكلف إسماعيل الأسري البشرى على ضرورة اتباع المسح التربوي لتحديد مواقع المدارس المتوسطة المقترحة وفقا للخارطة المدرسية. وأكد لدى مخاطبته فاتحة أعمال الملتقى التفاكري لمنسقي المرحلة المتوسطة بالمحليات والتزام حكومة الولاية ببناء هذه المدارس للمرحلة المتوسطة عبر الموازنة الجديدة لصندوق التنمية المحلي بالولاية. وكشف الأسهري عن التنسيق الذي تم مع الجامعات بالولاية لتدريب معلمي المرحلة المتوسطة. وفي آخر الأخبار، دشنت اللجنة العليا لتأهيل استاد أرجو بالولاية الشمالية المكلفة من قبل والي الشمالية نفرة كبرى لتنشيد أو استاد أرجو الدولي. وأشاد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية الشمالية ممثل الوالي بجهود الجميع، كما أعلن عن دعم الولاية لهذا المشروع وتسهيل الإجراءات ليكتمل العمل بصورة طيبة. هذا وقد قرر طرح المشروع عبر عطاءات اختيار الشركة المنفذة للإستاد تحت إشراف وزارة الشؤون الهندسية في الولاية الشمالية. نهاية الموجز، مشاهدينا دمتم دائما في أمان الله.